دلوقتي هنعمل مع بعض كريب، بس الكريب بتاعنا هنعمله او هنعمل لازانيا بالكريب. علشان نعمل لازانيا الكريب بتاعتنا هنستعمل 2 كوب حليب، 1.5 كوب دقيق، 2 بيض ورشه ملح، وده للكريب. للحشوه عايزين معلقتين كبار زيت، 1 بصل، 1 كوب جزر مقطع، 1 كوب مشروم، ملح وفلفل، رشه جوز الطيب، 2 كوب عصير طماطم، 2 معلقه كبيره صلصه، 3 ارباع تقريبا كيلو لحمه مفرومه، 400 جرام جبنه موتزاريلا، وعايزين بشاميل. للوش بقى زي ما انتوا عايزين، ممكن تحطوا بصل اخضر، شبت، طماطم، تشيري، زيتون اسود، بقدونس، زي ما انتوا عايزين تقدروا تعملوا. طيب احنا عملنا قبل كده الكريب كذا مره، بس برضو كده في السريع خلينا نعمل معاكم تاني الكريب لانه لا يمل منه. وخليني اولع على النار هنا علشان نعمل كذا حاجه في نفس الوقت علشان نكسب وقت قد ما نقدر. طيب هناخد دلوقتي اللبن اللي عندنا هنحطه كده هنا في الخلاط، انا بحب دايما اضربه في الخلاط الصراحه. وعايزين الدقيق هناخده نحطه هنا، رشة ملح، بيض، وهضرب الكلام ده كله في الخلاط، وكده بقى عندي الخليط بتاع الكريب جاهز. نتأكد دايما ان مفيش حاجة لازقة في الجناب علشان خاطر العيار ما يتغيرش. خلينا نبص كده نشوف ايه الاخبار. كمان ضربة وخلاص جهزنا. تمام. طيب هنيجي دلوقتي، انا بحب بس احط نقطة زيت، نقطة كده، واخليها بس ايه تبقى في الطاسة كلها، بالذات اول واحدة كمان، لان اول واحدة يعني بتبقى اكتر حاجة ممكن تبوظ. ناخد بقى دلوقتي الخليط بتاع الكريب بتاعنا ونروح على النار، ده سخن لسه. واحنا بنحط كده بلف الطاسة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده علشان تغلف كل البلف الخليط كده، عشان يغلف كل الطاسة عندنا. كده تمام. خلينا بقى دلوقتي نحط شوية زيت هنا علشان نعمل الحشوة، بتقدروا تحطوا معاها كمان شوية زبدة لو عايزين. نشوف كده هنا ايه الأخبار. دايما أول واحدة عرضة لللزق، أول واحدة دي هيحصل فيها ايه بقى دلوقتي هنشوف، هتلزق ولا مش هتلزق. هاخد دلوقتي البصل علشان نعمل الحشوة، بنعصج اللحمة عادي خالص. نشوف هنا ايه اللي حصل، يا عيني ملزقتش، الله أكبر. طيب حطينا هنا البصل، هنحط كمان اللحمة المفرومة اللي عندنا ونعصج اللحمة بتاعتنا عادي. عندنا بقى كمان مشروم وجزر هنحطه كمان معاهم، بس شوية كده اللحمة تاخد لون. هناخد الكريب اللي عندنا ونقلبه على الناحية التانية. تمام اهو زي ما انتوا شايفين كده، هنقلبه على الناحية التانية. النار يا جماعة يعني بين الوسط والعالي، بين الوسط والعالي. احنا كده الكريب عندنا جهز، فكده احنا بنقدر نشيله خلاص. شوفوا لونه حلو من ناحيتين، شايفين اهو لونه مظبوط من ناحيتين. دلوقتي احنا حمرنا اللحمة بتاعتنا او عصرناها،
هنحط بقى دلوقتي الجزر والمشروم. الجزر انا بحبه قوي مع اللازانيا، تقدروا تحطوه كمان لو تحبوا مبشور كده. احنا تمام تمام. هحط بقى دلوقتي عندنا عصير طماطم فريش، وعندنا صلصة طماطم، شوية ملح، شوية فلفل، رشة جوزة الطيب، ممكن تحطوا كمان لو عايزين شوية زعتر، ملح، فلفل، ورشة من جوزة الطيب، ممكن شوية مية يا حبايبي. ناخدهم من هنا، خلاص مجهزين كل حاجة. حط شوية مية كده بس. يلا بينا نشوف هنعمل ايه دلوقتي. هنجيب البايركس بتاعنا، هنجيب الكريب اللي احنا عملناه، دي الوصفة الثالثة، وهنبتدي نحط الكريب على الطبق بحيث ان هو يغطي لنا الطبق كده بالشكل ده، كده وكده. هنجيب دلوقتي بقى الخليط بتاعنا اللذيذ. طيب حطينا ده، هنرجع نحط كمان كريب، ادي كمان كريب، وهنحط تاني من الحشو. عايزين تعملوها بقى كمان بالسبانخ، عايزين تعملوها بالفراخ زي ما انتوا عايزين، بالخضار بس. طيب انا هحط دلوقتي الطبقة الاخيرة، وهنحط عليها البشاميل وعلى الفرن لغاية ما البشاميل اللي عندنا والجبنة يسيحوا ويبقوا تمام التمام. ادي البشاميل بتاعنا، وطبعا البشاميل يعني للي ما بيعرفش يعمله، هو تقريبا لكل كوباية دقيق بنحط كوباية من بنحط معلقة من الدسم. يعني مثلا هنحط معلقة دقيق، هنحط قدامها معلقة سمنة أو معلقة زبدة وكوباية حليب، يعني هي واحد 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 واحد، تمام كده. الجبنة بقى وعلى الفرن، كل حاجة عندنا مستوية، يعني احنا بس عايزين نحطها في الفرن لغاية ما المكونات كده تتجانس مع بعضها والجبنة تسيح والوش يحمر فقط لا غير. درجة حرارة عالية يعني على 220 مثلا 3 4 5 دقايق كده، وبعدين لو لقيتها ما احمرتش لسه زي ما انا عايزة بروح مولعة عليها من فوق. طبعا لو اللحمة المفرومة محطوطة يعني الطبق ده سبته يبرد هتاخد وقت أطول في الفرن شوية، يعني أنا قلت 4 5 دقايق لأن كل حاجة سخنة، الحشوة سخنة وكله سخن. يلا بينا على الفرن.